شبنا عضو المجلس العلمي إمام الأستاذ بالقرآن الكريم يسلم الهدية كل من المجاهد الإمام عبد الملك بن يوسف وهو أمين. وإني أحذر من أن نتسبب اليوم في انكفاء أبنائنا عن أسلافهم العلماء الذين أسسوا في هذا الوطن بمرجعية دينية قويمة تنهل من الكتاب والسنة وتقوم على مبدأ الوسطية والاعتدال وتتجدد بالاجتهاد، لأن ذلك سيزعزع ثقتهم فيما بين أيديهم من الفهول وسيجعلهم عرضة لفتك التيارات الفكرية الدخيلة والمذهبيات المنحرفة. وفي ثورة التحرير المجيدة كان الوفاء للوطن هو الذي حمل خيرة شباب الجزائر على بذل أرواحهم الطاهرة لتحريره، فرفع بين أبناء الوطن ذكرهم وسجلت أسماؤهم في كتب الخالدين. قاس قوة الأمة بمدى وفائها لماضيها وتراثها وتاريخها، والضعف كل الضعف في تنقلها لماضيها ونفورها من ترابها ونسيانها تاريخها والاستهتار بتعلمه. وهوية الجزائر مستمدة من ماضيها الأمازيغي التليد ومن تاريخها العربي العريق ومن ترابها الإسلامي الأصيل، والوفاء لهذه الثوابت هو وفاء للوطن ذاته. ولا يصح اليوم أن تتسبب النقاشات الجوفاء والتشكيك الممنهج في نكران أبنائنا لتاريخهم وفي تنقلهم لأسلافهم وفي انكفائهم عن ثوابت هويتهم، فإن الوفاء للتاريخ والأسلاف مع التطلع إلى آفاق العصر الحديث والتفاعل الجاد مع الواقع هو الذي يعني للجزائر شأوها